مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تي في. امرات محكمه الاستئناف بالرباط بتحرير مسطره بحث غيابيه في حق اعضاء شبكه دركيين يتابعون في قضيه كتعلق بالتجاره الدوليه للمخدرات ومراسله المدير العام للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه البث اسماءهم على الاثير 3 مرات وفي ظرف 8 ايام. وكتعتبر هذا الاجراء الثاني اللي امر به رئيس غرفه الجنايات الابتدائيه المكلف بجرائم الاموال بالعاصمه بعد ما امر قاضي التحقيق بالغرفه الثانيه باصدار اوامر بالقاء القبض على هذا الدركيين وتم ايداعهم مباشره نحو سجن العرجات. وسقط هذا الدركيين ضمن الشبكة المتخصصة في التجارة الدولية للمخدرات، يعني اللي كتعتبر العقل المدبر ديالها هو المراقب بالطاحونة اللي تم اعتقاله أيضا هو وأفراد من هذه الشبكة. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.